انك تابعت ازمه البنوك الامريكيه الثلاث، تعتقد يعني مدى هل ده ممكن يؤثر على البنوك المصريه، وهي الطريقه المثاليه لحمايه هذه البنوك من تعرضها لاي من هذه المخاطر؟ مساء الخير يا فندم، انا بحييك وبحيي ارائك وبحيي وطنيتك ودفاعك عن المواطن المصري والدوله المصريه. احب اقول لحضرتك ان البنوك المصريه في امان، لان سياسات البنك المركزي هو الرقابه المستمره على الودائع وعلى نسبه السيوله وعلى المخاطر وعلى نسبه الائتمان. فانا بحب اقول لحضرتك ان السياسات اللي وضعها البنك المركزي المصري بتجعل المودع المصري امواله في امان، سواء كان سياسات الاستثمار اللي بيقوم بها البنك او قنوات الاستثمار، يعني هيستثمر في العقارات، هيستثمر في الاراضي، هيستثمر في اسهم، هيستثمر في شركات او تاسيس شركات او قروض. كل دي عوامل تجعل المواطن المصري امن على ودائعه. نعم. ولكن علينا ان نستفيد او نستبق او نتنبا او نتوقع ما يسمى المخاطر المتوقعه المستقبليه. اذا كانت بعض البنوك في امريكا تشهر افلاسها او وجهت بعسر مالي نتيجه بعض السياسات الخاطئه، فعلينا ان احنا نحتاط للمستقبل. والاحتياط واجب زي ما بيقولوا، واحنا في دوله بتعاني او بتواجه تحديات عالميه سواء من الداخل او من الخارج. انا اقترحت يمكن في مايو او يونيو 2022 ان احنا ناسس صندوق حكومي لضمان الودائع. الصندوق ده موجود في امريكا، البنوك الفدراليه في امريكا عددها 12 بنك فدرالي، ودي بنوك خاصه على فكره، وبتحمي المودع في حدود 250,000 دولار. يعني لو البنك فلس، البنوك او البنك الفدرالي والصندوق لضمان الودائع بيدفع للمودع 250,000 دولار. فالتجربه دي موجوده في فرنسا، موجوده في كندا، موجوده في بريطانيا، وبالتالي احنا في مصر علينا ان احنا كاول دوله عربيه تنشئ صندوق لحماية أو لضمان الودائع. هذا الصندوق تمويله إزاي؟ أنا عندي في مصر 7 تريليون جنيه إيداعات، وبالتالي البنوك بتحقق أرباح. يعني البنوك المصرية لو حسيتك بصيت للأرباح المحققة أو سقف الأرباح المحققة في السنة تقترب من 100 مليار. فأنا باخد جزء من هذه الأرباح كدعم أو تدعيم لصندوق ضمان الودائع، دي واحد. اثنين، باخد نسبة قد تكون 1 في 1000 زي البنوك الأمريكية من الودائع للاحتياط او لضمان لو اي بنك وجه باعصار او بعسر مالي او زي ما بيقولوا انسولفنسي، عدم مناعه ماليه، انا بدفع للمودع الاموال بتاعته. بس المشكله هنا في مصر ان احنا عندنا بنوك كتير جدا، ولكن الايداعات او معظم الايداعات او في نسبه 90% من الايداعات موجهه ل4 أو 5 بنوك اللي هم في التوب. ماذا لو البنك المركزي حدد ان والله بنك ايه او بنك بي او بنك سي او بنك دي الحد الاقصى للمبالغ المودعه عنده من مودع واحد او من شركه واحده لا يزيد عن كذا، وبالتالي اضمن ان البنوك الاخرى، البنوك الصغيره، يبقى عندها ودائع، وبالتالي انا بفتت المخاطر هنا. ما بخليش كل الاموال كلها في بنك واحد خاضع لسياسه استثماريه قد تكون او قد يكون الفرد قد يخطئ او يصب ان ممكن ياخد قرار خطا استثماري او يدي قرض كبير جدا بمبلغ كبير لاحد الشخصيات، وبالتالي يواجه هذا البنك بعسر مالي. الصندوق اللي بقترحه لحضرتك ده هيبقى تحت اداره الدوله، يعني على اعلى سلطه في البلد، بحيث اني اضمن هذه الاموال تستثمر للمجتمع المصري، وبالتالي العائد بتاعها زائد الاموال اللي انا بجمعها كل سنه تغطي اي عسر مالي يواجه اي بنك فيه. نعم، شكرا ليك دكتور محمد غازي، الخبير الاقتصادي ورئيس شركه مصر للتامين سابقا.